يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن أهل وحدة الوجود يفسرون لا إله إلا الله بلا موجود إلا الله، هل يقول الجهمية مثل ذلك حيث إنهم يثبتون صفة الوجود؟ لا، ما يقول الجهمية. الجهمية يقول التوحيد مجرد المعرفة بالقلب، مجرد المعرفة بالقلب، ولو لم يعتقد يكفي المعرفة في القلب، إذا كان عارفا بقلبه يكفي هذا، وهذا مؤمن كامل الإيمان عندهم. نعم. وهذا أشد مذاهب الإرجاء في الإسلام. نعم.